أعلن النائب والمفاوض الروسي ليونيد سلوتسكي أن بلاده تنظر في إمكانية مبادلة أسرى من مقاتلي كتيبة أزوف الأوكرانية بفيكتور ميدفيتشوك القريب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال سلوتسكي عضو الوفد الروسي خلال المفاوضات الأخيرة مع كييف بحسب ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي للأنباء ردا على سؤال في هذا الصدد بأنهم سيدرسون هذه المسألة. وأوضح متحدثا عن مدينة دونيتسك الانفصالية في جنوب شرقي أوكرانيا أن إمكان حصول هذا التبادل سيناقشه في موسكو من يملكون الصلاحيات القيام بذلك. ويذكر أن فيكتور ميدفيتشوك يبلغ 67 عاما وهو رجل سياسي ورجل أعمال أوكراني ومعروف بقربه من الرئيس الروسي، حيث تم توقيفه من قبل السلطات الأوكرانية منتصف نيسان أبريل في أوكرانيا بعدما فر منذ بدء الهجوم الروسي، كما أنه كان قيد الإقامة الجبرية منذ أيار مايو عام 2021 بعد اتهامه بالخيانة العظمى ومحاولة نهب الموارد الطبيعية في القرم وهي شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا عام 2014.